قال حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يثق بشدة في قدرة لاعبي الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة كامبالا الأوغندي المقرر لها الثلاثاء القادم بمنافسات الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف غالي: معدن لاعبي الأهلي يظهر دائما في المواقف الصعبة وهم قادرون على العودة من كامبالا بنتيجة إيجابية وإعادة الدفع من جديد في المجموعة بعد التعادل سلبيا أمام الترجي في الجولة الأولى. ويذكر أن حسام غالي أنهى مشواره مع الكرة بإقامة مهرجان اعتزاله أمس أمام أياكس أمستردام الهولندي بمشاركة النادي الأهلي، وذلك خلال الودية التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية. قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني حقق استفادة فنية جيدة من خوض مباراة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي أمس الجمعة، والتي حسمها الأهلي بهدف دون رد أحرزه صلاح محسن. وأضاف أيوب: ودية أياكس شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين، وتم الاطمئنان على أداء الجميع وتحديدا اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية، وذلك من أجل الدفع بهم في مباراة المصري يوم 22 من مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري العام. وأوضح أيوب أن مهرجان اعتزال حسام غالي خرج بشكل مبهر يليق بمكانة وتاريخ اللاعب الذي قدم الكثير للكرة المصرية والنادي الأهلي، معربا عن أماله في نجاح غالي في خطوته القادمة بعد إعلان اعتزاله.